بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلبة، بنات الطالبات، أبناء الصف السادس. النهاردة هنبدأ بإذن الرحمن في يونت نمبر 2 تحت عنوان سكول. ليسون نمبر 1 تحت عنوان A Day at School، اليوم الدراسي أو يوم في المدرسة. جايب لك قصة طالب اسمه عمر، بيحكي عن يومه المدرسي ازاي بيبدأ وازاي بينتهي وازاي وايه هي المواد اللي بيدرسها والأنشطة. عندك في الأول بيبدأ How is your school the same as other school in your country؟ والتاني How is your school the same as other schools in your country؟ إيه اللي بيكون إزاي أو وجه التشابه بين مدرستك وباقي المدارس الأخرى في دولتك؟ What could you tell a visitor from another country about schools in the UAE؟ وإيه الأشياء أو إيه اللي بيميز المدارس أو حابب تتكلم عن المدارس في الإمارات، هتحكي وتقول إيه لزوار من دول أخرى؟ يعني لو حد جه زائر من دولة أخرى، أنت هتخبره إيه بالظبط عن المدارس في دولة الإمارات؟ طبعا جايب لك هنا في بوردز، عندك في اليورو بوكس، عندك ناشونال هيستوري، طبعا هنا مادة التاريخ الوطني أو التربية الوطنية، عندك العربيك اللغة العربية، عندك سبانش إسبانية، عندك ساينس اللغة العلوم، طبعا ارت اند ديزاين الفن والرسم والتصميم، عندك فرنش الفرنسية، عندك اسلاميك اديوكيشن التربية الإسلامية، عندك سوشيال ستاديز، عندك فيزيكال اديوكيشن. طبعا دي أسماء السبجكتس اللي بندرسها في المدرسة، وهنضيف عليها كمان الماث، مادة الرياضيات ما ننساهاش طبعا، والإنجليش اللغة الإنجليزية. Which of these subjects do you study at school؟ أي من هذه المواد اللي أنت قرأتها أنت تدرسها في مدرستك؟ Make a list of other subjects that you study. اعمل لستة أخرى، يعني هات ورقة وقلم واعمل لست قائمة بالمواد اللي بتدرسها في مدرستك. تعالى نشوف مع بعض الأول، نقرأ نشوف عمر قال إيه بالظبط عن مدرسته، علشان هيكون مرجع ليك أنت كتابة باراجراف. لو جالك مثلا قالك talk about your school، اتكلم عن مدرستك، يبقى هيبقى على نفس النمط اللي عمر كتب. Hi, I am Omar and I live with my family in Alexandria. مرحبا أنا عمر، أعيش مع عائلتي في الإسكندرية. A big city in Egypt، مدينة كبيرة في جمهورية مصر العربية، في مصر. In North Africa، في شمال أفريقيا. كده حدد موقع المدينة اللي هو بيعيش فيها، الإسكندرية، والدولة مصر في قارة أفريقيا في الشمال. I am 12 years old، عمري 13 عفوا 12 سنة. And I have just started sixth grade. أنا يا دوب هبدأ الصف السادس. Here is how I spend the typical day at school. هنا هيشرح طبعا ازاي بيقضي يومه في المدرسة. I leave my home at 7:40 a.m. بيطلع أو بيغادر من منزله الساعة 7:47 صباحا. And get to school by 8 a.m. يصل للمدرسة الساعة 8 صباحا.
I live quite near my school. أنا أسكن أو أعيش بالقرب من مدرستي. So I always walk. لذلك دائما بأمشي. When I get to school, عندما أصل إلى مدرستي, I usually play basketball. عادة بلعب basketball 14 minutes لمدة 10 دقائق. Until the bell rings, حتى يدق الجرس. School starts at 8 past quarter. يبدأ المدرسة أو تبدأ الساعة 8 وربع. But first we do 10 minutes. الأول بنبدأ 10 دقائق of exercise, تمارين صباحية طبعا. To start the day, علشان نبدأ اليوم. Physical exercise like stretching. طبعا بيعملوا اللي هي التمارين الرياضية زي اللي هي الاسترتشنج، تسخين الولاد عشان تدي نشاط طبعا. Then classes start at 8 and 25 a.m. بيبدأ الحصة 8:25 دقيقة. There are 9 classes. عندهم 7 حصص، 9 9 classes، 9 حصص a day في اليوم. Each lasting 45 minutes. ومدة الحصة أولاد 45 دقيقة. We study science, علوم، بندرس العلوم، math، رياضيات، social studies، تربية وطنية، and computers، وحاسوب، as well as Arabic، كمان عربي، English، and French، إنجليزي وفرنساوي، as well as this subject. وكمان علاوة على ذلك بندرس art اللي هو الفن أو الرسم. I am keen on science. أنا متيم بمادة العلوم. I love doing experiments. أنا أحب جدا التجارب العلمية. I like math too. أحب الرياضيات أيضا. Because I enjoy solving the problems with numbers. لأنني أستمتع بحل المسائل مع الأرقام. If I could choose, I'd like to have more science. ولكن لو خيرت، أحب أدرس المزيد من حصص العلوم instead of art، بدلا من الرسم. I am not very good at art. أنا مش كويس أوي في مادة الرسم. طيب يا ولد، ده كان باراجراف عن طالب يدعى عمر زي ما ترجمنا، بيحكي عن يوم الدراسي من أول ما بيصحى من النوم إلى المواد اللي بيدرسها وإمتى بتبدأ الدراسة. طيب إحنا دلوقتي لو جالك في الامتحان أو في الاختبار الشهري قال لك how do you stay أو talk about a day at school, at your school، تكلم عن يومك المدرسي، أو قالك speak about your school day، تكلم عن يومك المدرسي. هتتكلم يا حبيبي على نفس النمط اللي عمر بيتكلم فيه طبعا. هتعرف نفسك في الأول، هتتكلم إنك هتذكر اسم المدرسة اللي أنت فيها وفي أي إمارة طبعا، طبعا في دولة الإمارات. تبدأ تحكي بتستيقظ الساعة كام، نفس النمط اللي احنا قرأناه في القطعة بتاعتهم. دلوقتي عمر بيتكلم في الباراجراف بتاعه أولاد في زمن the present simple، بيتكلم في زمن المضارع البسيط. أنا هعمل ستريس على بعض الكلمات علشان أوضح لكم القاعدة بتاعتنا النهاردة. زمن المضارع البسيط لما بحب أتكلم عن شيء زي روتين يومي أنا بعمله كل يوم. في الوقت ده أنا بتكلم في زمن the present simple. عندك كلمة always من الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع البسيط. عندك كلمة usually عادة كمان تدل على زمن المضارع البسيط.
ولو جينا هنا نشوف كمان من الكلمات اللي تدل على زمن المضارع البسيط، لو شفتوا الفيرب بتاع الفيرب اللي بيتحدث بيه هتلاقي، بص هنا I enjoy، طبعا عندك I live، عندك هنا كمان I spend، I leave، start، study، وهكذا. طيب يا تيتشر، نتكلم مع بعض عن زمن المضارع البسيط. The present simple يا ولادي بيتكون من ايه؟ عندي the present simple بيتكون من الفيرب في الانفينيتي، الفيرب بتاعي، الفعل بتاعي في المصدر. طبعا احنا عارفين ان كل جملة معوداك وانا نقول الجملة بتاعتنا بتتكون من السبجكت، الفاعل. طبعا اللي متابع معايا من العام الماضي هيفهم انا بقول ايه. السبجكت عندي اللي هو الفعل يا ولاد بلس البي 1. احنا متفقين ان الافعال بتاعتي ليها ثلاث ازمنه، عندي ثلاث انواع، ثلاث حالات، عندي في 1، عندي في 2، عندي في 3. في 1 لما نكون بنتكلم في زمن البريزنت المضارع، تمام. في 2 في الباست، في زمن الباست، الزمن الماضي البسيط. في 3 لما يكون في الباست بارتيسيبل، التصريف الثالث للفعل. احنا الزمن اللي بنتكلم فيه حاليا اللي هو في 1 الانفينيتيف في المصدر في زمن البريزنت، تمام. الجمله بتاعتي بتبدا بالسبجكت الفاعل بلس الايه الفي 1 بلس الاوبجكت اللي هو المفعول، تمام. تمام يا شطار، تمام يا تيتشر. يا تيتشر احنا الفاعل بتاعي بيختلف، اقول لك ايوه، في عندي فاعل مفرد وفي عندي فاعل بيكون جمع. اذا كان الفاعل بتاعي السبجكت بتاعي مفرد like what teacher like she or he or it غير العاقل او المفرد عموما، تمام، بيكون الفيرب بتاعي يا ولاد ال V1 plus S أو ES، يعني بيكون مضاف لـ S أو ES، تمام. طب ادينا مثال يا تيتشر، قول لك خليك معايا، لما أقول شي أوكي read، طبعا الفيرب بتاعي الفاعل شي، السبجكت عندي شي، عندي الفيرب ريد. طب انا عندي ريد هنا، انت احنا قلنا ان لما يكون السبجكت بتاعي مفرد لازم احط اس، ما ينفعش اقول ريد بقى، يبقى هنا ريدز. اوكي ستوري، تمام كده، احافظ على المسافات بين الجمل الكلمات. Okay. She reads a story. هي تقرأ قصة. طيب لو جمع، لو قلنا we مثلا أو you تعمل معاملة الجمع، أو they أو الجمع نفسه محمد اند احمد، رشا اند دعاء، اوكي. وقتها اولاد بيجي لي الفيرب في المصدر ان انفينيتيف without اي اضافات، ولا اس ولا اي اس ولا ان جي ولا اي دي ولا اي اضافات في الانفينيتيف. طب ادينا كده تيتشر مثال، اقول لك مثلا وي جو تو ذا مول، ذهبنا إلى المول. go يذهب بدون أي إضافات، ليه؟ لأن السبجكت بتاعي هنا في الجمع، we go to the mall، تمام.
لو الفاعل هنا مفرد شي هي ات احمد محمد اي اسم، جو بنضيف ليها اي اس لانها تنتهي بحرف متحرك، ما ينفعش احط اس بس، لا بنضاف ليها اي اس. طيب يا تيتشر، الكلمات اللي لما بشوفها في الجمله اعرف ان انا في زمن البريزنت. اقول لك دلوقتي عندي كلمه always 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 بمعنى دائما، تمام، بتعمل حاجة دائما بنسبة 100% يوميا دون انقطاع، اوكي. وعندي usually عادة، عادة بنسبة 75%، يعني بعمل الحاجة بصفة مستدامة بس ممكن اسقط يوم او شيء، تمام. عندي sometimes بنسبة 50%، يعني يوم أو يوم لا. عندي never أبدا نسبة 0%، ما بعملش الحاجة دي. عندي كلمة every زائد time، كلمة every plus time يعني يكون بعدها زمن، زي إيه؟ every week every day every Friday every Sunday. الكلمات دي لما الاقيها عندي في الجمل يبقى اعرف ان انا بتكلم في زمن البريزنت سيمبل. اظن القاعده كده بقت واضحه معايا. يبقى لما احب اتكلم عن روتين او اتكلم عن شيء انا بعمله بصفه مستمره، روتين يومي، يبقى اتكلم فين؟ في البريزنت سيمبل. تمام كده؟ نشوف الجزء اللي بعد كده عندنا في الدرس بيتكلم عن ايه؟ هنا جايب لك table read and listen read the text again and complete the table about you and عمر. هنا في مقارنة يا ولاد، بتقارن ما بين مدرستك ومدرسة عمر. جايب لك هنا بعض النقاط: travel to school، الذهاب إلى المدرسة. طبعا هنا عمر walks، بيروح ماشي. أنت هتقول لو أنت بتروح ماشي هتكتب walks، لو انت بتروح بالسيارة هتكتب by car، لو انت بتروح بباص المدرسة هتقول by bus. هنا عندك before classes start، قبل الحصص الدراسية بيحضر ايه؟ هو بيلعب رياضة طبعا. عندك من خلال القطعة هو play basketball for 10 minutes، تمام. عندك هنا لو طلعنا فوق هتلاقيه قبل الدراسة بيلعب، قبل جرس ما يضرب بيلعب بلاي باسكت بول فور 10 مينتس، اوكي. انت لو هتكتب تشوف بتلعب ايه او بتعمل ايه قبل الجرس ما يضرب، ماشي. تايم كلاسز، الحصه بتبدا امتى؟ هو عنده بتبدا الساعه بتكون 8 اند 25، انت الحصه عندك بتبدا ايه؟ 7 ونص. حسب ما بتبدا عندك دراستك الحصه الدراسيه بتبدا. لينث اوف كلاسز طبعا مده الحصه، عندك هو عنده 45 دقيقة، أنت أكيد عندك كمان في الإمارات 45 دقيقة. السكول سبجكت، المواد اللي أنت بتدرسها، طبعا هو كتب المواد اللي هو بيدرسها عنده في السكول بتنقلها. هنا السبجكت وي لايك، المواد اللي أنت بتحبها، الفيفوريت اللي أنت بتحبه، أهم المواد الدراسية عندك زي ما هو كاتب عنه. عندي هنا أولاد في تعبيرين عايز أحب أعلق عليهم. التعبير I am keen on، I am keen on دي بمعنى أنا متيم، مش بس إن أنت بتحب الحاجة، لا أنت عاشقها. وبقول I am keen on science، أنا متيم، أنا بعشق العلوم. وذكر السبب بتاعه، قال لك إيه؟ I am keen on science because I love doing experiments، بحب إني أجري التجارب العلمية، تمام. And I like math too، بحب الرياضيات. math قال لك like، يحبها بس حب نورمال، اما العلوم شغف، متعه، اثاره. يبقى لما تبقى انت متيم بماده معينه او بتحب ماده لدرجه ان انت يعني عندك شغف بهذه الماده، ما تقولش I like، تقول I am keen on. اوكي نشوف lesson number 2 مع بعض. Schools around
دوار. انا اعتبر الدرس دوت بيكون استكمال للدرس السابق، بيتكلم بقى عن المدارس حول العالم. طبعا كل مدرسة في كل دولة بيكون ليها الرولز الخاصة بيها، القوانين الخاصة بها، والمواد اللي بتدرسها. تمام يا ولاد، بدي لك الليسون بتاعك. What do you know about school in other countries؟ تعرف ايه عن المدارس في الدول الأخرى؟ How are they same as the UAE؟ وهل ازاي وجد تشابه ما بينها وبين المدارس في الإمارات؟ How are they different؟ ايه الاختلاف؟ شفت انت عمال احنا في فوق من شوية عملنا مقارنة ما بين مدرستك ومدرسة عمر اللي هي في مصر، في اسكندرية تحديدا. على نفس النمط دوت هو عايز يعمل معاك في الحصة هنا في الليسون دوت، اللي هو ايه، مقارنة ما بين المدارس في الامارات مثلا وفي تركيا، المدارس في الامارات مثلا وفي البحرين او في الصين. تمام. Listen to three children talking about school life in their countries. اوديو، استمع لي عن الحياة المدرسية للطلاب الموجودين عندك في الصور في كل دولة. Which school subjects do you do they mention؟ وإيه المواد الدراسية اللي هم أشاروا؟ طبعا في هنا شاينا الصين، عندك تشين، وعندك البحرين هانيا بتتكلم عن مدرستها، وعندك كندا مايا. بتستمع كويس قوي للأوديو وبتتركز في المعلومات وتبدأ تجاوب على الأسئلة اللي موجودة عندك. Diet and studying. ده lesson number 3 يا ولاد. What do you do to make sure you work well at school؟ بتعمل ايه عشان تبقى انت متأكد ان انت بتعمل أدائك على أتم الاستعداد او تكون بطريقة صحيحة في اليوم المدرسي؟ With your partner do the quiz to find out about improving your brain power or the statements true or false. الدرس ده انا بعتبره مهم جدا يا ولاد، مهم جدا، وكمان موضع امتحان لكتابة باراجراف. بيتكلم ازاي الأطعمة اللي تتناولها اثناء اليوم الدراسي علشان تكون تركيزك بنسبة 100%، يعني تكون 100% مركز في دروسك في اليوم الدراسي وتكون على أتم الاستعداد للدراسة واستقبال المعلومات، مش بس كده، وتكون في قمة نشاطك. يعني احنا على الوجه العام الدرس دوت مفيد لينا جدا في حياتنا، يعني بلس ان احنا بندرسه كدراسة لمادة اللغة الإنجليزية، لا على النحو العام مهم جدا لحياتنا الخاصة. ايه هي أنواع الأطعمة اللي احنا نتناولها علشان نكون تركيزنا عالي وفي قمة النشاط بتاعنا؟ طبعا هو هنا number one eating nuts can help you remember information. أكل المكسرات بيساعدك على تذكر المعلومات. طبعا لو عايزة تقول true or false هتقول true or false من خلال قراءتك للمقالة أو القطعة اللي تحت، تبدأ تقول true or false. تمام. If you eat sugary food you will have enough energy to study for a long time. لو أنت تناولت قدر كامل من كافي من طعام السكريات تحصل على طاقة كافية لأنك تذاكر لفترة طويلة. طبعا أنا بقرأ مجرد الجمل، مش بقول مش دي أدفايس نوت أدفايس، دي مجرد جمل معلومات وأنت هتقول true or false بس بعد ما تقرأ الإيه القطعة عندك. Any kind of chocolate will help you to study better. أي نوع من أنواع الشوكولات هتساعدك إنك تذاكر أفضل. If you drink plenty of water it will help you to concentrate better. لو شربت المزيد من الماء هيساعدك في التركيز بشكل أفضل. تعالوا نقرأ ونشوف المعلومات دي صحيحة ولا لا. Search for a good day at school. خطوات ليوم جيد في المدرسة. Did you know that eating and sleeping and exercise are really important for a good day at school. هل تعلم أن الطعام والنوم والتدريبات الرياضية كلها بتكون مهمة جدا ليوم كويس في المدرسة؟
احنا خدنا قبل كده how to be healthy، ازاي تكون بصحة جيدة، وقلنا من اهم الشروط قبل كده العام الماضي اللي هو sleep enough time، نوم فترة كافية، eating a healthy food، تناول الطعام الصحي، كمان do sport، doing sport اللي هو لعب رياضة. النهاردة نفس هذه الأشياء هتساعدك على قضاء يوم دراسي صحي. Here is what to do to keep your brain in tip-top condition. اليوم هتشوف أنت هتعمل إيه عشان تحافظ على عقلك، تركيزك في أعلى حالات التركيز اليوم. أول شيء eat fish and lots of green vegetables and nuts and berries. تناول السمك والكثير من الخضروات and المكسرات و اللي هو التوت. These foods هذا الطعام have oils بيكون يحتوي على الزيوت and vitamins والفيتامينات that help your brain بيساعد عقلك work well ان هو يعمل كويس. تمام؟ They help your brain understand and remember information. كمان بيساعدك انك تفهم وتركز وتستذكر المعلومات كويس أوي. يبقى كده أول جملة عندي إحنا قرأناها هتبقى true يا ولاد. يبقى eating nuts can help you to remember information. دي إجابة صحيحة، تعمل جنبها true. طيب نشوف الخطوة التانية أو القطعة التانية. eat whole grain food like brown rice and wholemeal bread. طبعا تناول الخبز يا ولاد بس والرز، لكن البراون البني، تمام، محدد لك اللون. Then you will have lots of energy throughout your school day. تحصل على طاقة كبيرة جدا خلال يومك الدراسي. يبقى هنا تناول الخبز يا ولاد ولكن أو المعجنات، ولكن اللي بتكون مخبوزة اللي هي بيكون لونها لون بني البراون، تكون أكثر صحية، تكون more healthy. طيب عندك إيه هنا؟ don't، ونركز بقى على كلمة don't. don't eat too much white bread، ما ناكلش خبز أبيض. إحنا ممكن ناكل البراون، ومحدد لك اللون اللي هو الأشياء اللي بتبقى بتخبز بالإيه بنوع معين من الدقيق الصحي، أما الوايت ولكن ما تاكلش وايت بريد. اوكي، اند شوجري فود والاطعمه السكريه اللي بتكون سكرها زايد. If you eat these foods لو انت ناولت هذه الاطعمه you will get quick energy lift، تحصل على طاقه، تمام، سريعه تفقدها، but later you will feel tired and unable to concentrate. احنا عارفين ان الشوكولاتات يا اولاد والسكريات عموما بتدي باور، حتى احنا دائما بننصح ان الاطفال في سن معين ما ياكلوش الشوكولاتات والسكريات بكميات كبيره لانهم بتخليهم هايبر اكتيف، تمام، بتدي طاقه عاليه. في نفس الوقت الطاقه دي بتخليك بعد كده بعد فتره تبدا انت تتعب، كنت you are feel tired، لأن ده يدل إن ده شيء غير صحي. تمام يا أولاد؟ يبقى أنا عندي الجملة اللي ذكر فيها eating if you eating sugary food دي false، خطأ، تمام. eat dark chocolate، الشوكولاتة اللي هي الداكنة اللي بتكون without sugar يا أولاد، في نوع معين من الشوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء او الداكنه، دي شوكولاته صحيه على عكس الشوكولات الايه العادي اللي بيكون مضاف ليها الحليب، مضاف ليها السكر، الاشياء دي. الشوكولاته الصحيه جدا it contain vitamins، بتكون تحتوي على الفيتامينات that help
keep your brain healthy، بتخلي عقلك دايما صحي. السؤال فوق أو الجملة فوق، any kind of chocolate will help you to study better. أي نوع من الشوكولات؟ لا، هو حدد لك، قال لك الدارك شوكليت، يبقى الجملة دي رونج يا أولاد، خطأ. Drink lot of water، طبعا تشرب الكثير من المياه، المياه مهمة جدا للجسم، مفيدة جدا، it's very important to you, to our bodies، مهمة جدا لأجسادنا. Your brain needs water to stay healthy، مخنا محتاج إلى المياه علشان نبدأ نكون بصحتنا. If you drink plenty of water، لو أنت تشرب الكثير من المياه، you will be able to concentrate better in class، هتكون أكثر تركيزا في الصف. يبقى الجملة رقم 4، sentence number 4، هتكون يا ولاد true. Get plenty of sleep and exercise، طبعا النوم الكثير، طبعا الكثير هنا من النوم يا ولاد مش معنى كده ان احنا ننام 24 ساعة، لا طبعا العلماء حددوا الأطفال تحديدا من 8 إلى 10 ساعات نوم، وتكون كافية جدا لأن أنت تكون بصحة جيدة. أوكي؟ طبعا الكبار بيكون من 6 إلى 8 ساعات على الأقصى، تمام؟ فإحنا هنا get plenty of sleep، نحكي عن كثير من النوم ليها لفترة محددة. نبقى إحنا عارفين عدد معين من الساعات، مش ال 24 ساعة هنبقى نايمين. أوكي؟ بلس إيه؟ سبورتس، الرياضة. الرياضة يا ولاد، أنواع الرياضة، any sport do you like، at least walking، لو هتمشي بس، المشي بس، كون إن أنت تعمل رياضة يوميا ده بيخلي جسمك more healthy وتركيزك your brain بيكون more better. بيقول لك هنا regular exercise makes your memories better. Your body won't work as well if you don't get plenty of sleep. يبقى الرياضة بتخليك الذاكرة بتاعتك أفضل، وجسمك مش هيعمل كويس إذا أنت ما حافظتش على إيه؟ النوم كفاية. That goes for your brain too، كمان لمخك أو لعقلك. تمام يا ولاد؟ طيب إحنا كده خلصنا النقاط الستة. عندك كتابة باراجراف بقى، الموضوع رائع مليان بالمعلومات. لما يقول لك how do you can stay، أو how you can live good day at school، كيف تقضي، أو how do you spend good day at school، إزاي تقضي يوم كويس في مدرستك، أو يقول لك how you stay your brain healthy، ان انت تخلي مخك more better at school. كل دي عناوين انك ازاي تقضي يوم بشكل صحي وعقلك يكون more better. عندك الموضوع دوت هتكتبه في الست نقاط الموجودة عندك، او هو عن تحديد 6 نقاط، هتتكلم على 6 نقاط، نوع الطعام اللي انت ممكن تاكله، طبعا هتقول بالظبط تحديد الخضروات، الخبز ولونه، الشوكليت، المياه الكتيره، يعني مثلا هتقول ايه؟ Who will stay or who spend my day healthy my school day لأقضي يوم الدراسي more healthy بصحه جيده، او more better بشكل افضل، I must do that، يجب علي ان افعل الاتي. تبدأ تسرد المعلومات بتاعتك اللي موجوده اللي احنا قلناها وترجمناها، هيبقى موضوع جدا رائع واكثر من رائع كمان. تمام يا اولاد؟ جايب لك هنا طبعا بيكتشر بعض الصور، طبعا دي عن اللي احنا قلناها. Look at the picture. Do they show good or bad lifestyle habits؟ اي مما ياتي هيكون كويس بالنسبه lifestyle او to be healthy. طبعا جايب لك هنا مشاهده التلفزيون، طبعا هنا باد، طبعا القضاء فتره طويله امام التلفزيون او الاجهزه الذكيه طبعا موضوع غير صحي يا اولاد، فاحنا ما بنرجحش، طبعا لازم يكون في فترات محدده لينا في امام هذه الاجهزه.
طبعا التايم سليب هنعمل عليه صح، طبعا الشوجر فود خطأ، طبعا الهيلثي فود صح، السبورتس صح، الدارك شوكليت صح، تمام كده. عندك طبعا البيبسي والمشروبات الغازية طبعا unhealthy خطأ كده. احنا النهاردة الحصة بتاعتنا خلصت، درسنا lesson number 1 and 2 and 3. حبايب قلبي، فضلا وليس أمرا يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان كل ما ننزل بإذن الرحمن أي فيديوهات جديدة وخصوصا المراجعات إن شاء الله يوصل لكم إشعار بهذه الفيديوهات، تقدروا تدخلوا وتتابعوا معانا بكل سهولة. النهاردة خلصت حصتنا، يا رب نكون قدرنا نوصل لكم ولو معلومة بسيطة، وربنا يجعلكم ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.